قال تعالى إنما الله إله واحد، إنما أداة حصر، فكأنها أعرضت عما سبق مما قالوه من عقيدة التثليث إنما الله إله واحد، ففيه رد على النصارى أو على طائفة من النصارى القائلة بأن الله ثالث ثلاثة، وهو في زعمهم الله وعيسى عليه السلام وأمه. وقد قال عز وجل مكفرا لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهناك طائفة أخرى زعمت في عيسى عليه السلام أنه هو الله، ولذا قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وطائفة ثالثة زعمت بأن عيسى ابن لله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذه طائفة من النصارى زعمت أن الله ثالث ثلاثة، فقال عز وجل حاصرا الألوهية له إنما الله، وإنما أداة حصر تحصر الحكم الذي بعدها. فما الذي حكمه جل وعلا بأنه هو الإله الواحد؟ قال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال تعالى وإلهكم إله واحد، إلى غير ذلك من النصوص المثبتة أنه عز وجل واحد. وإذا صارت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن من بين ما ذكر فيها أنه جل وعلا أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه، التسبيح لله عز وجل هو تنزيهه عما لا يليق به. سبحانه أن يكون له ولد. وفي هذه الجملة فائدة، وهي رد على من زعم أن عيسى ابن لله عز وجل. سبحانه أن يكون له ولد، الذي بعدها له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان جل وعلا هو مالك ما في السماوات وما في الأرض ومالك كل شيء، فإنه واحد لا نظير له، فإنه هو المالك، والمالك الملك لا يحتاج إلى أن يكون له ولد.